تعامل القطاع الوصي معهم. الأئمة وشيوخ المحاور يتعامل معهم بأسلوب الحقيقة لا يرضى به أحد لنفسه، ولا يرضى به لأبسط موظفين عنده عاديين. أحرى مادة تعتبر هي واجهة العمل الإسلامي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية. الأئمة وشيوخ المحاضر ينقال لهم على أنهم اللي هم الأئمة والمؤذنين، ينقال لهم على أنهم لا يكتتبوا، واكتتبوا بقرار من مجلس الوزراء كسائر القطاعات الاكتتاب في القطاعات الأخرى. لكنهم الحقيقة هذا الاكتتاب منعوا من الاستفادة من الامتيازات التي تترتب على هذا الاكتتاب، بسبب أن قطاع الشؤون الإسلامية يتمثل فيه وزير الشؤون الإسلامية اعتبر أن الأئمة وشيوخ المحاضر على أنهم اللي يتقاضاه، على أنه ما هو رواتب وعلى أنه إعانات، في الوقت اللي الجهات المالية تتعامل معهم تعاملهم مع غيرهم من أصحاب الرواتب، تقطع منهم التأمين الصحي وتقطع منهم التأمين الاجتماعي، نفس التعامل اللي تتعامل به مع أصحاب الرواتب الأخرى تتعامل به معهم، ويطلع لهم وزير الشؤون الإسلامية ويقول لهم هي مجرد إعانات لأنهم شيوخ ولأنهم ما تلاقوا في سن الوظيفة. وهذا ما هو على إطلاقه، وما يعادوا فيهم شيوخ ما تلاقوا على سن الوظيفة، يا الله يعاملوا كعقدويين، ويا الله الشباب يعامل يلتحق بالوظيفة العمومية، والشباب كثير وحملت شهادات وعلماء وفقهاء وفي سن الوظيفة، والشيوخ الكبار يا اللهم اللي يتعامل معهم كعقدويين وتصحح عقودهم، حتى العقود اللي معدل الوزارة إلين عرضناها على قانونيين، والحقيقة ضحكوا منها، قالوا لنا لا تخضع لأي معيار من معايير العقود اللي متعرف عليه. هذه وضعية الأئمة وشيوخ المحاور، وهذا غيظ من فيض. الأئمة وشيوخ المحاور يعانون من كثير من الأمور الأخرى، وقد طالبنا القطاع الوصي بالتعاون معنا وبالتشاور معنا حول إيجاد صيغة للخروج بهذا القطاع من هذه الأزمة، لكن للأسف القطاع ما زال يغلق الأبواب في وجوهنا.